أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أجراها الاتحاد الإفريقي مساء يوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن تواجد المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة رفقة كل من غانا، جزر القمر والغابون. ضمت المجموعة الأولى كل من الكاميرون وإثيوبيا والرأس الأخضر وبوركينا فاسو، فيما شاهدت المجموعة الثانية تواجد كل من ملاوي، زيمبابوي، غينيا والسنغال. ووضعت القرعة منتخب السودان بالمجموعة الرابعة في مواجهة كل من غينيا بيساو ومصر ونيجيريا، فيما شهدت المجموعة الخامسة تواجد كل من غينيا الاستوائية، سيراليون والكوت ديفوار والجزائر، بينما ضمت السادسة منتخبات غامبيا، موريتانيا، مالي وتونس. وفي السياق ذاته رحب وزير الرياضة الكاميروني ناسيس نيكومبي بالجميع على رأسهم باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن بلده الكاميرون سعيدة بتعزيز مكانتها كمهد للضيافة واستقبال ضيوف الكرة الإفريقية، ومتمنيا أن يتمكن منتخب الأسود غير مروض بتحقيق البطولة. وتابع: نجحنا في استضافة كأس الأمم المحليين، ونأمل أن نقدم صورة أفضل في البطولة التي عانينا كثيرا من أجل الاستعداد لها. وقال باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في كلمته: إنه سعيد جدا بالتواجد في هذا البلد الجميل وتمثيل الكاف، مقدما شكره لوزير الرياضة الكاميروني ناسيس نيكومبي وللجنة المنظمة ورعاة الاتحاد الإفريقي. وأضاف: كانت ليلة خاصة عندما تم انتخاب قيادة جديدة للكاف، هدفها هو جعل كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم. وهذه الليلة أيضا ليلة خاصة لأننا نشارك في عملية القرعة، وكلنا ثقة أننا في العام المقبل بالكاميرون سوف نشهد إحدى أفضل العروض وبطولة في مستوى عالمي. وتابع: تحدثنا حول زيادة المكافآت المالية للمنتخبات المشاركة بالبطولة، ونحرص أن نقدم جوائز مالية أيضا للاعبين حتى نحفزهم. وأرضف: نريد أن نكسب الأموال ونكون شركات من أجل الاستثمار في كرة القدم والمساهمة في نمو الاقتصاد الإفريقي ورفع مكانة المنتخب. نحقق في يوم ما أن يفوز منتخب إفريقي بكأس. وتجرى النهائيات الإفريقية التي ستعرف مشاركة 24 منتخبا في الفترة الممتدة ما بين 9 يناير و 6 فبراير 2022 بالكاميرون، حيث تم اختيار مدن ياوندي ودوالا وبافوسام وغاروا وليمبي لاحتضان المباريات. جدير بالذكر أن المنتخب الوطني كان قد حجز مقعدا له في نهائيات كأس إفريقيا بعد احتلاله للمركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين. أبدى الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي تضامنه مع المغاربة على إثر الحريق الذي نشب في إقليم شفشاون، داعيا متابعيه وعشاقه إلى الصلاة من أجل السكان المتضررين من هذا الحادث. ونشر حامل لقب كأس أمم إفريقيا سنة 2019 رفقة منتخب الخضر تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها: صلوا من أجل المغرب. وفي غضون ذلك لا زالت السلطات المغربية تجند وسائلها وإمكانيتها للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشفشاون في الوقت الذي نشبت فيه حرائق أكثر حدة بالجزائر في الأيام الأخيرة. يذكر أن محرز ينحدر من أصول مغربية وجزائرية في الآن ذاته، وقد اختار تمثيل المنتخب الجزائري الذي توج معه بلقب الكان بمصر سنة 2019.